السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتواصل الجهود الدبلوماسية الجزائرية حيث بشر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال العمامرة زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم أمس، وفي المساء كما طار في المساء إلى دولة لبنان، وهذا لتباحث القضايا الإقليمية العربية وتحضيرا للقمة العربية. هذا سيكون محورنا الأول في نقاش حلقة اليوم برنامج من الجزائر. وفي المحور الثاني سنتطرق إلى تطورات الحرب في أوكرانيا. لنقاش أسعد باستضافة كل من الأستاذ حكيم بوغرارة محلل سياسي بالقناة وأستاذ جامعي، مرحبا بك. اهلا، شكرا على الدعوه، اهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. شكرا جزيلا للدعوه. والاستاذ العيد زغلامي، استاذ بكليه الاعلام والاتصال جامعه الجزائر، مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافه، تحيه اليك ولضيوفك وطاقم معامل معك وكل متتبعي قناه الوطنيه. شكرا دكتور. ومعنا عبر تقنيه سكايب الاستاذ محمد احمد البشير، عضو الامانه العامه للمؤتمر القومي العربي من الاردن من عمان، مرحبا بك. اهلا فيك. يا هلا. شكرا جزيلا ومرحبا بكل الاخوه الاردني. شكرا. بدايه ابدا معك الاستاذ حكيم بوغرارة. بالنسبه للزيارات اللي اعتدنا عليها، زياره وزير الخارجيه، هي زيارات دائما لمساعي يعني تحضيرات القمه ودراسه القضايا الاقليميه العربيه، وخاصه تاتي الزياره في ظل ظروف ورهان عالمي يعني وتطورات على مستوى العالم ومن الحرب في اوكرانيا وغيرها. وإضافة إلى ذلك هي تحضيرات القمة العربية تقتضي ربما هذا التنسيق وتكثيف الجهود يعني، فما تعليقكم على خرجة الوزير الخارجية هذه؟ وحقيقة زيارة وزيرنا الخارجية رمطان العمامرة إلى الأردن ولبنان هي جاءت في سياق زيارات متعددة للخليج العربي ودول شمال إفريقيا للتباحث والتشاور حول إنجاح القمة العربية والتفاهم حول جدول أعمال يرضي الجميع ويخرج بقيم مضافة لمختلف القضايا العربية، ومن جهة أخرى الاستماع كذلك لمختلف رؤساء الدول ووزراء الخارجية ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا حتى يتم التوفيق بين الرؤى وتقليص يعني فجوات الاختلاف وزيادة يعني التشاور في القضايا التوافقية. أعتقد بأن الأردن هي محطة مهمة جدا بالنظر للعلاقة الوطيدة بين الأردن وفلسطين، وحتى الأردن هو مكلف بإدارة يعني المنشآت الإسلامية في فلسطين، وبالتالي فالأردن هو دولة محورية، خاصة وأن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول الأعمال إن لم تكن القضية الوحيدة في ظل الاختلافات مع سوريا. وفي ظل هذه حسب البيان هما ذكروا القضية الفلسطينية إضافة إلى القضية الليبية والقضية اليمنية، حسب البيان المملكة الهاشمية الأردنية. نعم، هو حقيقة هو سيتم دراسة كل القضايا العربية، لكن تبقى فلسطين هي نقطة تقاطع لكل القضايا العربية، لأن قضايا الدول الأخرى فيها من الحساسيات ومن الاختلافات يمكن أن تحدث خلافات وبالتالي يمكن أن تفسد يعني القمة. كذلك لأن القضية اليمنية وما حدث مع وزير الإعلام جورج قرداحي يعكس بأن الخلافات العربية ما زالت عميقة حول الكثير من القضايا، خاصة القضية اللبنانية وتشعباتها والعقوبات المفروضة وتواجد حزب الله واختلاف القوى اللبنانية حول لبنان في نفسه المهدد بالإفلاس. هذا لبنان الذي لديه أكثر من 100 مليار دولار ديون والكل يتفرج فيه وهو على حافة الهاوية، وبالتالي أعتقد بأنه مهما تدارست مختلف القضايا وحتى القضايا الليبية أعتقد بأنها أكبر من الجامعة العربية بالنظر إلى الخلافات والاختراقات الدولية للملف الليبي وحتى ما حدث مؤخرا بعد تعيين فتحي بشاغة. لكن حتى نعود إلى الموضوع، أعتقد بأن الأردن ولبنان بحكم جوارهم لفلسطين وامتلاك حدود معهم وتواجدهم في أوضاع نوعا ما اقتصادية صعبة خاصة بعد جائحة كورونا، كلها معطيات تؤكد بأن الجزائر تبحث من جهة لإرسال وجهات نظرها حول مختلف القضايا والاستماع، وهذا أهم أمر لمواقف ومواقف
إمكانيات وتوجهات الدول يعني العربية حتى يكون هناك توافق كلي على ما سيتم جدولته وعرضه، خاصة وأن موعد 9 مارس لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية لم يتغير ولم يحدث عليه أي تغيير على الأقل إلى يومنا هذا، وبالتالي فقرب موعد لقاء يعني وزراء خارجية الدول العربية زاد من وتيرة يعني تحركات الجزائر من أجل ضبط جدول أعمال القمة العربية. حتى أن ربما هذا التاريخ سيكون موعد لتحديد تاريخ القمة العربية، هناك حديث مثل يعني ما تم تداول. نعم تداول. شكرا أستاذ حكيم. أستاذ محمد خير، أستاذ محمد أحمد البشير عفوا، عضو الأمن العام للمؤتمر القومي العربي، بالنسبة للزيارة يعني كيف هي قراءتكم لزيارة الوزير الخارجية الجزائري إلى الأردن؟ طبعا يعني معروف أنه هذه الزيارة هي استجابة أو استمرارية لنشاط الخارجية الجزائرية باتجاه موضوع مؤتمر القمة، لكننا نريد زيارات أوسع وتكرار وأيضا تفعيل اللجنة المشتركة طبعا على جدول أعمال القمة العربية أو الوزراء الخارجية الشيء الكثير، والحالة العربية تحتاج أن هؤلاء الحريصين على أمن وطننا سواء كان هذا الأمن عسكري أو أمن غذائي أو أمن مائي أو أمن يعني ثقافي، بحاجة لجهة مثل الجزائر أن تمارس دورها على صعيد الساحة العربية باعتبار أن الساحة العربية تعيش حالات تناقض كثيرة، وبسبب غياب هذا الدور الذي تطلع فيه الجزائر تجاه القضية الفلسطينية مثالا، نجد أن هناك بعض الأنظمة التي لهثت وراء التسوية وعقد الاتفاقيات، وهذا له أسباب تتعلق بشعور باللا أمن، وخاصة عندما نتحدث عن يعني الدور الإيراني بالمنطقة ودعمه لقوى متعددة سواء كانت ذات علاقة بالملف السوري أو الملف اللبناني أو ملف المقاومة في غزة، كل هذه التداعيات بحاجة إلى زيارات أكثر. نحن نعتقد أن يعني مستوى العلاقة البينية عربياً بما يتعلق بالموضوع السياسي، بما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، بما يتعلق بالموضوع الثقافي هو أقل بكثير مما يعني تتمناه وتصبو إليه جماهير شعبنا وأمتنا العربية اللي عم تدفع ثمن تجليات متعددة سواء كان بنسبة البطالة أو بنسبة الميزان التجاري المتواضع بين الدول العربية أو بنسبة المشاريع المشتركة أو الاستثمارات بالبلدان المشتركة، كل هذه المواجع التي تعيشها الأمة بتتطلب من الأخوة في الجزائر أن يكون نشاطهم أكثر من مناسبة انعقاد مؤتمر قمة، ونتأمل أن هذا النشاط في مؤتمر القمة أن يفضي بالمستقبل إلى علاقات أكثر إيجابية وأكثر جدوى لمعالجة مشاكلنا المتعددة التي يعني تعني أن المشروع العربي لا شك أنه غائب عن الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية. شكرا جزيلا. نعم. سأعود إليك أستاذ محمد أحمد. أستاذ زغلامي، بالنسبة لبيان وزارة الخارجية الجزائرية لم يعطي تفاصيل أكثر، لكن أشار أنه كل هذه أنه سيتم تدارس القضايا الإقليمية التي تصب في تحضيرات القمة العربية يعني المرتقبة قريبا، يعني فما هي ربما أبرز التحديات التي يعني تعمل عليها الخارجية لتحضير القمة المرتقبة؟ مساء الخير، شكرا لك وعلى الضيافة، وبطبيعة الحال تحية مرة أخرى إلى الضيوف الكرام وكذلك طاقم أعمالك متابعي قناة الوطنية. نظن الجزائر تحاول بقدر بما تستطيع أن يكون فيها تحضير عملي لإنجاح القمة، هذا هو بيت القصيد، التكثيف من الاتصالات الدبلوماسية وغيرها مفاده هو إنجاح القمة، ونظن في جميع الحالات الجزائر بادرت في أكثر من مناسبة لجمع الشمل رغم كل الصراعات اللي تعرفها المنطقة العربية. منذ يوم بعد يومين سيتم تحديد بالضبط خاصة تدقيق
يعني تاريخ انعقاد هذه القمة وجدولها، هذا الأساس. لهذا نظن زيارة وزير الدبلوماسي رئيس الدبلوماسية الجزائري للمنطقة يدخل في هذا لا أكثر ولا أقل. يعني ونظن من عقيدة الدبلوماسية الجزائرية هي لما تأخذ مبادرة لابد أن تضمن نجاحها، لهذا فتحاول بشتى الوسائل يعني أن تجع بجانبها وتتفادى كل ما هو يحرج يعني الأعضاء في الجامعة العربية ويصبون الاهتمام على القضية الجوهرية وهي قضية فلسطين. ونعرف جيدا كما قال الأستاذ حكيم منذ قليل هناك صراعات، لكن لا أعتقد في نهاية المطاف أن لا يمكن أن نتطرق إلى هذه الأمور، خاصة قضية عضوية إعادة سوريا من عدمه، هذا لا يمكن تجاهله. وبالتالي ثم قضية الهرولة التي يعني ميزت بعض الدول في تطبيعاتها مع تصريحات مع إذن، فلا يمكن. على كل في جميع الحالات فالجزائر تحاول جهدة أن تعقد القمة، هذا بيت القصيد، وهذا أبسط الأمور التي يعني نتمنى. ثم بطبيعة الحال المسؤول الرؤساء والملوك الدول العربية مسؤولين على محتويات مضامين وهل يمكن الخروج بخريطة الطريق للعالم للأمة العربية للجامعة العربية، هذا يبقى سؤال مبهم. لكن بالنسبه حتى القضيه الفلسطينيه هي محور يعني القمه العربيه المرتقبه، هناك يعني مساعي جزائريه اللي لم الشمل الفلسطيني في قضيه الفصائل، يعني هذا كذلك هذا من بين الجهود. ونذكر فقط ان رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون بحضور رئيس السلطه الفلسطينيه طلب منه بطبيعه الحال التسريح، هذه مبادره، لكن اذا في الى حد الان لم نرى هذا، وهناك تعقيدات وهناك لان هناك يعني نظن الشيء الملاحظ للقضيه الفلسطينيه ان حتى باش نكونوا صراحة حتى ضمن يعني المنظمه او ضمن الكيان الفلسطيني هناك انشقاقات، يعني نظن الجزائر تحاول ولكن نظن اهل مكه ادرى بشعابها، نظن فلسطين انفس المصالح او الفصائل الفلسطينيه انفسها هي لابد ان يكون فيها اتفاق بين بطبيعة الحال السلطة الفلسطينية وبطبيعة الحال حماس وغيرها من الحركات الموجودة. يعني مجيئهم إلى الجزائر حتما يكون سابق يعني يسبقه على الأقل اتفاق على أهم القضايا الأمور المبدئية، وإلا الجزائر لا يمكن الجزائر أن توحد لوحدها ما لم إذا تم فيها رفض مبدئيا الفصائل في حد نية أو استعداد لهذا. فالجزائر هي دورها خلينا نقول كما قلت لم الشمل ولا لا أكثر ولا أقل، ولكن لا يمكن أن نفرض على هذا وذاك هذا وذاك، لأن ربما شكليا يكون فيها اتفاق أو تفاهم، ولكن على الأرض على أرض الميدان نرجع إلى نقطة البداية. لهذا في جميع الحالات ربما الجميل ما تقوم به الجزائر أنها تحاول جاهدة لا تساهم في تعقيد وتشتيت الصف العربي والصف الفلسطيني بالتدقيق. شكرا دكتور. استاذ محمد احمد. نعم. هل بامكانك يعني وهل يعني هناك تفاصيل اكثر في المملكه الاردنيه حول الزياره، يعني خصوصا القضيه الفلسطينيه لم الشمل الفصائل وغيرها من القضيه باعتبارها قضيه محوريه؟ طبعا هناك تطابق كثير بين الموقف الجزائري والموقف الأردني فيما يتعلق في الدولتين وما يتعلق في القوانين الدولية وما يتعلق في المستوطنات وما يتعلق بما يحدث في القدس، وهذا التطابق يعني ترجم قبل أن يتم تحديد موعد لقاء وزراء الخارجية. يعني معروف موقف الجزائر بدعمه للقضية الفلسطينية، ولم تكن يعني مسألة دعوة الفصائل المختلفة التي يعني تعيش الانقسام وتختلف وجهات النظر حول ملفات كثيرة بالملف الفلسطيني، والأردن على علاقة جيدة بغالبية هذه التنظيمات الفلسطينية، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هذا محور هام في مؤتمر القمة، وستكون التفاهم ما بين الجزائر والأردن حول هذا الملف يعني موضوع يساعد كثيرا الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى هجمة كبيرة من الكيان الصهيوني، وبنفس الوقت إلى يعني خذلان من النظام الرسمي العربي، رغم أنه الموقف الشعب العربي موقف يعني داعم للقضية الفلسطينية ويعبر
عن وجوده في أكثر من ملف من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه يعني حجم التبادل الاقتصادي بين الأردن والجزائر متواضع، الميزان التجاري لا يتعدى 220 مليون وأقل، جزء كبير منه يعني 124 مليون استيراد الأردن سنة 2020 من الجزائر وتصديره 90 مليون تقريبا، وهذا رقم متواضع في بين دولتين يعني عربيتين، انعكاسا طبعا كما تحدثت ابتداء أن العلاقات البينية عربية متواضعة بشكل أو بآخر. هناك نتأمل البيان تطرق إلى في الجانب الاقتصادي إلى تبادل في قطاع الدواء، يعني تفعيل و نعم موجود نهوض بهذا موجود القطاع هناك يعني. استثمارات أردنية في قطاع الدواء في الأردن في الجزائر قطاع يعني، وبالإضافة لذلك هناك يعني استقبال أردني للمرضى أو يعني الصحة العلاجية ما يمكن أن تسمى، إن شاء الله ما تحتاج شعبنا العلاج، لكن بالنتيجة هذا تحصيل حاصل وحقيقة قائمة أنه الأردن عنده إمكانيات جيدة بموضوع الصحة، واستطاع أنه يعني خلال لجنة المشتركة الأردنية الجزائرية خلال الفترة الماضية أن يعظم هذا المشروع مستقبلاً، ونتأمل أنه العودة إلى هذا البرنامج المشترك. وأريد أن أقول أن الأردن لديه مشاريع استراتيجية كثيرة، منها مثلاً سكة الحديد، مشروع مطروح ورقياً ويبحث عن تمويل، قد يكون هذا موضوع يعني هام بالمستقبل العلاقة مع الجزائر، وأيضا مشروع المياه، ومعلوم أن الأردن يضغط عليه من أجل أن يوافق على اتفاقية مياه ترعاها وكهرباء ترعاها الإمارات وتمولها، ونتأمل أنه لا أنه يكون هناك مشروع وطني مدعوم من الجزائر ماديا، لأننا بحاجة إلى رأس مال بعيدا عن البنوك وبعيدا عن إفرازات يعني ما تمثله القروض الأجنبية من محاولة سلب القرار السياسي للأردن باتجاه القضية الفلسطينية على وجه الخصوص. أستاذ، عودة للقضية الفلسطينية، أريد فقط عودة للقضية الفلسطينية في الشق السياسي، يعني حديثنا عن الشق السياسي، ألا ترى أن الأردن يعني هو أقرب يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية وأقرب يعني لتقريب وجهات النظر، يعني ويكون مع في لب شمل الفصائل الفلسطينية في المبادرة التي قادتها الجزائر؟ هذا يعني المأمول في أن يكون موقف الجزائر مع الأردن مع بعض الدول العربية ذات التأثير بالملف الفلسطيني بشكل عام أن تجري المصالحة باتجاه العدو الصهيوني. يعني احنا بنعرف جميعا أنه هناك برنامجين، برنامج السلطة واتفاقيات المختلفة مع الكيان الصهيوني الذي ضرب بها عرض الحائط، ضرب كل الاتفاقيات، لكن هناك أمر واقع عم بتعيشه السلطة الفلسطينية، وأصبحت أوضاعها يعني كثير محرجة أمام قضم كافة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، خلافاً للقانون الدولي الذي يمنع على القوة المحتلة أن تغير من الطبيعة الجغرافية والطبيعة السكانية، لكن هذا الحكي كله أثر تأثيراً مباشراً على أن تكون المصالحة واردة، وهناك طرف يجد أن المقاومة هي الحل، ودون مقاومة لا يمكن لواحد مثل شارون أن يخرج من غزة. المقاومة هي التي أخرجت هؤلاء من غزة. المقاومة في الضفة الغربية هي العنوان الأبرز. هذين البرنامجين المختلفين داخل الساحة الفلسطينية إمكانية تذليلهما قد يكون من الصعوبة، لكن يجب أن يتحدوا باتجاه مقاومة الكيان الصهيوني على الأرض المحتلة، وخاصة إذا تحدثنا عن اتفاقيات قائمة بال 67. يعني إحنا شعبيا نريد فلسطين كاملة ولا يعني نقبل أن نتنازل عن شبر. شكرا سيد محمد. نعم أكيد بالمقاومة لن تتقدم القضية الفلسطينية من دون مقاومة. أستاذ حكيم، بالنسبة الآن نعرج على زيارة، الآن وصل مساء أمس كذلك وزير الخارجية إلى لبنان، هذه في إطار نفس الشيء، في إطار يعني تحضيرات القمة العربية و يعني توحيد الجهود والمواقف العربية، فكيف سترى في ظل يعني الوضع الذي تعيشه لبنان، وضع متأزم، يعني هل يمكن لبنان أن تساعد في القضية وتحضيرات القمة؟ يعني
هو حقيقة هو لبنان كذلك دولة محورية، والتاريخ يشهد للبنان بمقاومته للكيان الصهيوني ووقوفه مع، لكن الوضع الداخلي ألا يؤثر، مع معذرة، ألا يؤثر على الوضع السياسي اللبناني الآن؟ هو اللوم على العرب في أننا نتفرج على لبنان وهو ينهار. صحيح. ويفلس اقتصاديا، وحتى يعني الحصار الذي تعرض له مقابل تصريحات بيئة الرجع، أي قبل تولي جورج قرداحي لوزارة الإعلام اللبنانية دون تدخل في الشؤون الداخلية. إلا أن أعتقد المصلحة العربية والمشاكل العربية تدفعنا إلى العمل من أجل وحدة عربية أكثر، والغريب أننا نصفح على الكيان الصهيوني ونقيم معه علاقات، أما العلاقات البينية العربية ما زالت متوترة كثيرا. أعتقد بأن هذه قمة الدول العربية في الجزائر، أعتقد بأن لبنان يعول عليها كثيرا من أجل تخفيف الضغط عليه وتخليصه من عقوبات قيصر كذلك التي تمس الكثير من الكيانات أو المؤسسات التي تريد أن تتعامل مع لبنان. وبالتالي فزيارة رمطان العمامرة إلى لبنان هي خطوة إيجابية جدا في ظل الحصار الذي عرفه لبنان، وبالتالي فالذهاب إلى لبنان والاستماع عليه وإشراكه في إعداد جدول الأعمال وكيفيات يعني التوصل إلى حد أدنى من الاتفاق حول مختلف القضايا العربية. أعتقد بأن قمة الجزائر ازدادت أهميتها كثيرا بالمقارنة مع ما حدث بين روسيا وأوكرانيا، لأن انعقاد القمة مثلا في شهر نوفمبر سيتيح لنا فسحة لمتابعة هذا الإشكال الواقع في أوكرانيا ومعرفة موقع الوطن العربي من ذلك. لا، لأن العلاقات الدولية ما بعد أزمة أوكرانيا أعتقد بأن للعرب خاصة حلفاء روسيا يمكن أن يجلب الكثير من الدعم لمختلف القضايا. صحيح. العربية، لأن الواقع يعني لأن الواقع يؤكد بأننا يعني قريبون إلى الروس في خدمة مصالحنا أكثر من الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية التي ظهرت بأنها دولة لا تفكر إلا في نفسها وفي مصالحها على حساب تدمير قضايا الشعوب. نعم. وبالتالي القضية الفلسطينية من خلال هذا الصراع الروسي الأوكراني عادت بقوة، وهناك الكثير من الأحرار في العالم الذين نددوا بازدواجية التعامل. صحيح. نعم. مع القضايا، وبالتالي فهذه القمة هي مهمة جدا. حتى نعود إلى الأردن، كذلك زيارة رمطان العمامرة تطرق فيها إلى محاور مهمة جدا يمكن الاستفادة منها في العلاقات البينية العربية العربية. فالأردن له يعني مجال متقدم كثيرا في الاهتمام بالموارد البشرية من خلال نظام تعليمي راقي، وحتى الجامعة يعني تزود مختلف القطاعات بموارد بشرية بتكوين عالي ناهيك عن الاستثمارات في الصحة وحتى السياحة. الأردن بلد سياحي بامتياز واقتصاده اقتصاد خدماتي بامتياز، وحقق يعني طفرة نوعية في الخدمات خاصة في الجانب السياحي. وبالتالي فكل هذه المعطيات أعتقد بأنه يمكن الاستثمار فيها من هنا إلى شهر نوفمبر على الأقل من أجل تقريب الرؤى حول مختلف القضايا وخاصة القضية الفلسطينية من أجل إنجاح قمة الجزائر. شكرا أستاذ حكيم. أستاذ العيد، بالنسبة في نفس الإطار، هناك زيارة لوزير الداخلية كمال بالجود إلى المملكة العربية السعودية، زيارة رسمية تدوم 3 أيام. ألا تعتقد أن الزيارة ستساهم يعني في المساعي تاع وزير الخارجية، لأنه والوزير الخارجية متواجد في لبنان، ونعرف أن الخلاف أو الإشكال اللبناني كان يعني في خلاف سعودي لبناني، هذا هو الإشكال الرئيسي يعني. لتجاوز لبنان أزمته ربما ولإنجاح القمة يعني في النهاية. نظن الجزائر دائما كما قال في وقت مضى رئيس الدبلوماسية أنها تصدر الأمن والاستقرار والسلم، هذا هو اللي يتكلم عليه، وبالتالي هي صاحبة المساعي الحميدة في كل القضايا خاصة بالنسبة للفرقاء الأصدقاء والأشقاء. هذا دورها يعني بديهي بحكم انتمائها إلى الأمة العربية الإسلامية. هل في هذه الظروف كما تفضل حكيم الصعبة التي يعرفها العالم هل ستتمكن؟ أنا يعني متحفظ على، لأن هل للجامعة العربية صوت ودور في الساحة العالمية؟ لا، أنا استمعت منذ أسبوعين أو أقل
بأن كان فيها يعني بيان من طرف يعني الجامعة العربية حول الملف يعني الأوكراني الروسي. وبالتالي ولما نلاحظ الآن لما نلاحظ مواقف الدول العربية إزاء الموقف، كاين من هم يؤيدون أوكرانيا من خلال أوكرانيا يؤيدون الولايات المتحدة ويصطفون حول الموقف الأمريكي، وكاين من يؤيدون روسيا. فإذا اختلاف واضح ووضوح الشمس. الآن ما دور الجزائر، ربما وزير الداخلية سي كمال بالجهد متواجد فيه بحكم ميدانه تخصصه الداخلية والأمور المتعلقة بالأمن وغيره. ولا ننسى بأن وزير الخارجية العمامرة كان زار يعني السعودية في وقت مضى. نعم. إذن فهناك ملفات متواصلة. انتهى الوقت فقط أستاذ محمد أحمد في 30 ثانية، الوقت انتهى للأسف. أستاذ محمد أحمد، بالنسبة ماذا تنتظر؟ نعم. يعني هل ماذا كما قال أستاذ حكيم، الآن نحن أمام ضرورة يعني توحد العرب في كتلة يعني ما بعد الحرب الأوكرانية، فما رأيك في ذلك؟ يعني لقاؤهم أقل سوءا، لكن بالنتيجة يعني لا نعول كثيرا للأسف على القمم العربية باعتبار أن ما خرج عنها كثيرا وما نفذ منها قليلا جدا، والخلافات عاصفة. لا شك أن الخلافات عاصفة بين الدول العربية، رغم أنه الأمة العربية واحدة وتعاني. ألا ترى أنه ضرورة يعني ضرورة وجود جسم جديد، جسم عربي أو كتلة جديدة يعني في ظل القطبين، صراع القطبين الآن؟ لا شك أنه يعني الحضور العربي حضور غائب، بحاجة إلى مزيد من اللقاءات والتواصل الحقيقي. نعم. من أجل أن يكون هناك مشروعا عربيا قادرا أن يلبي حاجات أمتنا. شكرا أستاذ محمد أحمد، شكرا جزيلا على انتهى الوقت. معذرة، أنت كنت معنا عبر تقنية سكاب. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. محمد أحمد، أنت عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، كنت معنا من الأردن. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. فاصل ونعود إلى النقاش مشاهدينا الكرام. عدنا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من نقاشنا في عدد اليوم. في هذا المحور الثاني سنتطرق إلى قضية تطورات الحرب في أوكرانيا وما يخص قضية الهدنة التي أعلنتها الطرف الروسي، حيث أعلنت روسيا وقف إطلاق النار، وهذا للسماح لمئات الآلاف من المدنيين الذين كانوا عالقين ويحاولون الهروب وكانوا يحتمون من القصف الروسي. إذن ومع ذلك ويتواصل كذلك روسيا محاولتها وحشد قواتها لمحاولة اقتحام العاصمة كييف، في ظل أن الرئيس الأوكراني يسعى لمقاومة وعدم الاستسلام. لمواصلة النقاش كما ذكرنا معنا عبر تقنية سكايب الأستاذ محمد خير الغباني، رئيس اتحاد الجامعات الدولي. مرحبا بك. مرحبتين، كيف الحال؟ بروفيسور على تلبية الدعوة، شكرا جزيلا. شكرا. ومعنا دائما في البلاطو الأستاذ حكيم بغرارة والأستاذ عيد زغلامي. نواصل النقاش. الأستاذ عيد زغلامي، نبدأ معك بالنسبة لقضية تطورات الحرب. هناك إعلان هدنة قامت بها الطرف الروسي، وهذا لسماح المدنيين يعني للهروب، وربما هذا يخدم الطرف الروسي أكثر يعني في ظل محاولة المقاومة الأوكرانية يعني عدم الاستسلام. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، تحية لضيفك الكريم. بطبيعة الحال نظن هذه هدنة الأكثر والأقل تكتيكية يعني. نعم. ما فيهاش، وبالتالي هي الهدنة من أجل السماح للاجئين بالمرور عبر الممرات الإنسانية، ولكن هذا لا ليس هناك شك في قضية نية أو يعني قدرة بوتين للاستمرار في العملية العسكرية، ضغطا من جهة، ضغط عسكري ومبادرة دبلوماسية لأن الهدف. والبارح تكلم رئيس في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، قالها بصريح الوضوح: نحن مع نواصل الحرب وفي نفس الوقت نتفاوض، لكن يتفاوضون من باب القوة. وهذا هو بيت القصيد. الرئيس بوتين لديه أهداف مسطرة
فبالتالي هو بيصدد تجسيدها وتطبيقها، فيها عراقيل، فيها بطبيعة الحال مقاومة من طرف الأوكرانيين، ولكن في نفس الوقت لا يغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية لما يتحصل على الأهداف التي وضعها الاستراتيجية، وهي يعني إبعاد كل معارض أو حكومة معارضة في كييف، إضافة إلى يعني القضاء على البنية التحتية والقدرات لأوكرانيا، إضافة إلى كما ربما قال في وقت سابق رئيس الأوكراني مولودوفير زيلنسكي، قال بأنه بصدد كانت لديه نية بالحصول على السلاح النووي. إذن فكل هذا بالنسبة لبوتين أخطار، هذه كلها ملامح تشير بأن هناك حصار على روسيا، وبالتالي رد فعل روسيا واضح وضوح الشمس، هو أنهم لا يريدون أن يكون فيها دولة مجاورة لها تعارض أو تعارض المصالح أو تشكل خطر على وأكثر من هذا. ولكن أنا الذي أريد أن أقوله في هذا الملف، يعني لاحظنا بأن محاولات الرئيس الأوكراني لجر أوروبا، الاتحاد الأوروبي، ولجر طبيعة الحلف الأطلسي في التدخل باء بالفشل، حتى في قضية تحديد الجو إلى غير ذلك. ولكن في نهاية المطاف يتضح جليا أن الغرب ومن خلال الولايات المتحدة والحلف الأطلسي وظفوا الرئيس الأوكراني كورقة لعل وعسى أن يربحون بها بعض الأقطار وبعض الأرباح الجيوستراتيجية، لكن فشلوا. والذي يعني يتضح ذلك أن الخط الأحمر، الهاتف بين روسيا وموسكو، ما زال قائما. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمور محسومة في أعلى مستوى. وهذه النقطة أعود اتصالي مع الأستاذ محمد خير الغباني. أنا معكم. أنت ذكرت معنا في عدد وحلقة سابقة أنه لما اندلعت الحرب أنه لن تتدخل لا أمريكا ولا الغرب، يعني أوروبا في رد الهجوم والغزو الروسي لأوكرانيا. الآن كما تحدث الأستاذ زغلامي أنه الرئيس الأوكراني استعمل كورقة، فما هي يعني قراءتكم للوضع الحالي، يعني في ظل تطورات اليوم ودخول اليومية، يعني دخول الحرب اليومية 12؟ يعني كل ما تفضلت به صحيح، وأنا كل ما تكلمت به على قناتكم في اليوم الأول من الحرب الروسية على أوكرانيا كله حصل وكان واقعا ما تكلمت به، وخصوصا في موضوع تخلي أوروبا وتخلي أمريكا. طبعا أوروبا صادقة بالوقوف مع أوكرانيا، ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا لأن كشكل مباشر، لأن أغلب الغاز والنفط ومن روسيا 40%. نعم 40%. والآن كما تكلمت أيضا في الحلقة الماضية سيزداد غلاء جميع السلع خصوصا النفط، يعني أظن الآن برميل النفط وصل إلى $140، وكل المحللين يقولون أنه سيصل إلى $180، وهذا ما حصل من قبل، وصل برميل النفط إلى هذا الشيء. أنا أريد أن نفهم الأمور بشكل واقعي وبشكل منطقي، وأضرب بعض الأمثلة على ما حصل من التاريخ لنعرف ماذا سيحصل في المستقبل وماذا يحصل الآن. المسألة، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الاتحاد السوفيتي في حرب أفغانستان، وكل التحاليل التي تقول بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي هي واهية ما عدا تحليل واحد، هو الحرب الروسية أو حرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لمدة 10 سنوات. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول الخليج، إن لم نقل كل دول الخليج وكل دول العربية، كانت تدعم ما يسمى الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي. بعد 10 سنوات الاتحاد السوفيتي سقط وانحل، وأصلا روسيا، مطالبة روسيا في أن تعود أوكرانيا لها، هذا مطالبة غير صحيحة وخاطئة حتى من الناحية القانونية، لأن الاتحاد السوفيتي عندما سقط هو طلب من الولايات الاستقلال، يعني هذه الولايات
أوكرانيا وأوزبكستان وقرغستان وطاجكستان وأذربيجان، وهذه الدول كلها التي كانت تابعة، وروسيا البيضاء بيلاروسيا كلها كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي هو طلب من هذه الولايات وداغستان كلها طلب منها أن تستقل، ولم تستقل من نفسها ولم تطلب هي الاستقلال، إنما الاتحاد السوفيتي طلب ديروا أنفسكم وديروا شؤونكم وأفعلوا استقلال خاص بكم، وهذا الذي حصل. روسيا فعلت نفس الشيء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن روسيا حليف للعراق وحليف لصدام حسين، ولكن عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل العراق وأن تضرب العراق، ونفس الشيء في أفغانستان، لم تفعل الفيتو روسيا. لماذا؟ لأن تريد روسيا أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في مستنقع أفغانستان وفي مستنقع العراق، وهذا ما حصل. معطى مهم أستاذ سعود إليك، معطى مهم أستاذ سعود إليك، خلينا نشوف مع نعم. يوجد تنسيق أمريكي روسي، وسأضرب مثال واقعي. في سوريا في منطقة اسمها دير الزور شمال شرق سوريا، نعم، هذه المنطقة محسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد فيها مخابرات أمريكية ويوجد فيها جنود أمريكيين، وهي هذه المنطقة بإدارة قسد يعني الأحزاب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الذي أنا سأريد أن أتكلم به من 3 أشهر حصل. فجاءت القوات الروسية تريد أن تدخل مدينة دير الزور في سوريا، فالشعب الموجود هناك منطقة دير الزور رفضوا دخول القوات الروسية، فجاءت القوات الأمريكية وطلبت من أهالي مدينة دير الزور أن يسمحوا للقوات الروسية بالدخول لدير الزور، وحصل أن الأهالي سمحوا للقوات الروسية بالدخول بطلب من القوات الأمريكية. فأنا لا أصدق أبداً أنه لا يوجد تنسيق أمريكي روسي في أي نوع من أنواع الحروب الحاصلة في العالم. ثم إن شاء الله سلامي أن الخط الأحمر لا يزال يشتغل، يعني الخط الأحمر بين روسيا و ما لا يوجد خطوط حمراء، كلها خطوط خضراء لتوريط بعضهم البعض في حروب، ولكن هذه الحروب مستنقعات. أنا سأتكلم إذا سمحت لي في يعني المحور الثاني، في كلمتي الثانية، عن فوائد هذه الحرب لدولنا. يوجد فوائد الحرب، خلي الفكرة الثانية سنعود إليها، فوائد هذه الحرب لدولنا سنعود إليها، ستكون في النقاش. أستاذ حكيم، بالنسبة الآن ما تحدث عنه الأستاذ الغباني، أنه حقيقة هناك توافق أمريكي روسي ربما في إطار تقاسم المصالح، ومن سيدفع هي أوكرانيا وربما الدول الأوروبية التي في النهاية لن تكون هي التي ستتفاوض بعد نهاية الحرب، يعني حول المخرجات. حقيقة يعني معطيات هذه الأزمة فيها الكثير من القراءات يعني التي شاهدناها مؤخرا. مثلا هذه الأزمة اندلعت بعد مغادرة ميركل لألمانيا، كيف لها أن تقضي 20 سنة دون أن يحدث أي خلل في أوكرانيا؟ وبالتالي فخيوط الأزمة كان مدبر لها منذ زمن بعيد. اليوم وزيرة الخارجية الألمانية تقول بأنها ستقف ضد أي عقوبات على روسيا تخص الطاقة والتزود بالغاز، في حين أول متضرر هي ألمانيا أكبر لا، لأنه مع مرور الأيام تبدأ تظهر أثار النتائج. فالحرب لا تدار في وسائل الإعلام مثل ما يريد الغرب التسويق له والتأثير على الرأي العام العالمي، وحتى الرأي العام العالمي لم يحدث ذلك رجع الصدى الذي كان ينتظره الغرب من خلال هذه حرب الدعاية. معطى آخر، أعتقد بأن القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرق أوروبا هي تقاتل في أوكرانيا حاليا، لأن الغرب يعني بطريقة منطقية أو بسؤال منطقي، تلك الأسلحة الفتاكة أو المتطورة جدا التي أرسلت إلى أوكرانيا، كيف يتم تدريب الجيش الأوكراني على التعامل معها في ظرف وجيز جدا، لولا أن القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوم بذلك، هي التي صحيح. متواجدة في أوكرانيا، وهي التي قاومت وجعلت القوات الروسية ربما تتباطأ بعض الشيء في الوصول إلى
العاصمة. هناك حديث معذرة، هناك حديث عن أنه أمريكا أعطت الضوء الأخضر لبولندا لتدريب يعني الأوكرانيين للدفاع يعني، وهذا كما ذكرت يعني لا هو يستحق. هو لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت جنودها إلى شرق أوروبا دون الدخول إلى أوكرانيا، والميدان يعكس هذا الأمر والأيام القادمة ستكشف. الموقف البريطاني كذلك أكد بأنه استعمل شبكة جواسيس كبيرة جدا أدخلهم عبر معروف عن بريطانيا الإعلام حتى يديرون أزمة المعلومات ويتحصلون. إعادة طرح الملف الأسلحة البيولوجية والنووية الأوكراني بدأت تظهر خيوطه عندما قررت روسيا الاستيلاء على كل المحطات النووية، وهي سائرة في تجسيد هذا الأمر حتى تمسك بزمام كل المحطات النووية المتواجدة في أوكرانيا لعلمها المسبق عبر شبكة الجواسيس والمخابرات الروسية المنتشرة بقوة في أوكرانيا بأن أوكرانيا كانت تسعى إلى اكتساب سلاح نووي لتأمين انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والسير في الفلك الغربي على الأقل لفئات كبيرة من المجتمع الأوكراني حتى لا نقول كلهم. وبالتالي فكل هذه المعطيات تؤكد بأن أزمة أوكرانيا هي أزمة عالمية استخباراتية معلوماتية عسكرية أمنية بأبعاد اقتصادية. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الانتقادات التي مست بايدن وشعر بأن شعبيته وصلت إلى الحاضيض في الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن ارتفاع نسب التضخم والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أراد أن يوجه الرأي العام الأمريكي إلى أزمة أوكرانيا ومنه خدمة يعني نفسه والتسويق عبر وسائل الإعلام وقيادة الحلف الأطلسي وأوروبا وكل العالم ضد روسيا. هذه المعطيات كلها يمكن أن نقول بأنه عبر وسائل الإعلام تكون قد يعني قامت ببعض الآثار في بداية الأزمة، لكن روسيا اليوم هي التي من تفرض شروطها وحتى المفاوضات مع أوكرانيا. أوكرانيا غيرت الكثير من لهجتها التي كانت أبدتها في بداية الأزمة بثقة كبيرة وعطلت حتى وصول إلى المفاوضات. وبالتالي فلقاء لقاء بيلاروسيا اليوم وحديث عن قمة ربما في ستحتضنها تركيا في هذه الأيام، أعتقد بأنه 10 مارس بين أوكرانيا وروسيا، كلها معطيات تؤكد بأن روسيا قطعت أشواط كبيرة لحسم الملف الأوكراني. وما يحدث في وسائل الإعلام وتضخيم الأمور والدعاية والحرب النفسية المضادة أعتقد بأن آثارها ستكون عكسية على الغرب، لأن المجتمعات الأوروبية هي التي ستدفع ثمن ارتفاع الطاقة والتهديدات الانقطاع بالطاقة. روسيا كذلك عبر بوتين وعبر لافروف ووفدها المفاوض ووسائل إعلامها تسوق بأن بوتين يدير الأزمة بهدوء ويلعب على الورقة الإنسانية بأنه لم يقطع الإمدادات الطاقوية على أوروبا ولم يستغل ظروف الشعوب من أجل تحقيق أمور، وبالتالي فهو يركز على الحرب الدائرة في أوكرانيا من أجل تحقيق أهدافه. وأعتقد بأنه مع مرور الأيام روسيا ستخرج منتصرة من الحرب الأوكرانية. شكرا لك أستاذ زخلمي. بالنسبة الآن ألا ترى أنه أصبحت الآن بؤرة الصراعات التوتر هذه هي لتصفية حسابات يعني الأقطاب يعني ويكون الضحية دائما هي الدول الصغرى هذه؟ بديهي باش فقط نذكر الأستاذ الكريم، شوف التاريخ فقط، كان مؤرخ أمريكي يعطوله كريستوفر كيلي ومؤرخ بريطاني ستيوار لاك كوك وش قال؟ قال الولايات المتحدة تدخلت عسكريا في 84 دولة من مجموع 193، وحسب واشنطن بوست يعني مصدر أمريكي تدخلت أو استعملت وحاولت تغيير الدول بالقوة 72 مرة خلال 45 سنة من الحرب الباردة الماضية. بعبارة أخرى الولايات المتحدة هي تحاول أن تكون هي القوة المسيطرة وهي الدرك تاع العالم على مر الزمن. على مر الزمن، وهذه كما قال أستاذ قضية التفاهم، هذا لا التفاهم لما لاحظوا، لأن الآن في أذهان المسؤولين الاستراتيجيين على مستوى البيت الأبيض العدو الحقيقي هو الصين وليس روسيا، هذا باش يكون أمر الله في الأونة الأخيرة. ترامب يعني الغريب أنه ترامب صرح يوم أمس في تصريحة خطيرة وغريبة أنه قال أنه نستعمل طائرات وندير العالم الصيني. الصراع الحقيقي أو التخوف أو الخوف الآن القائم هو بين الصين، بين الولايات المتحدة والصين، وفجأة ظهر الدب الروسي الذي أحدث
زلزال في القضية، لأن لا كثير من الغربيين أو في الغرب لا يعتقدون بأن بإمكان روسيا أن تستعيد قوتها وهيمنتها وأمبراطوريتها، وفجأة ظهر بوتين بصلابته بقوته بإرادته فغير من مجريات على أرض الواقع. هذا اللي خلى الولايات المتحدة تتعامل بهذه الطريقة. بعبارة أخرى باش نجاوب على السؤال تاعك، الآن الصراع يدور بين الأقوياء الولايات المتحدة، الصين وروسيا، ولماذا لا ظهور طبعا ظهور دول أخرى على شكل تركيا وعلى شكل الهند. إذن هناك أقطاب جديدة، وهذا الأقطاب ظهور الأقطاب يخدم في مصلحة الدول يعني المتوسطة أو الدول الضعيفة، لأن العالم عاش مرارة الهيمنة الأمريكية والطغيان الأمريكي. يعني وقلت أعطيتك من أرقام، هذه أرقام ليس لي، أرقام من طرف يعني خبراء ويعني مؤرخين أمريكيين وبريطانيين. بعبارة أخرى يعني العقلية الأمريكية هي عقلية التصدي والهجوم ويعني الحروب المستمرة على مرور الزمن. ما لم يكن هناك قوة توقفهم فيواصلون لهذا. وفي الحرب الحالية رأينا كيف أن الولايات المتحدة توظف الحلف الأطلسي وتوظف الاتحاد الأوروبي لخلق مزيد من التوترات بينه وعلى ومحاولة لإضعاف روسيا. لكن لما لاحظ باللي يعني تجاوب ورد الفعل القوي للروس وعلى رأسهم بوتين الآن فيحاولون، وكانت بعض المعلومات ولو أنها غير مؤكدة مفادها أن الرئيس الأوكراني حاليا فولودومير زيلينسكي متواجد في السفارة الأمريكية في بولندا. فإذا هناك يعني بعبارة، ولما حا يوم أمس البيت الأبيض بأنه لا داعي إلى، ثم في قضية عدم استعمال بطبيعة الحال القنبلة النووية وعدم قبول أوكرانيا كطرف في الناتو، هذا يدل على أنهم يلجمون أوكرانيا، ومن خلال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي. لا داعي إلى، نحن لسنا في حاجة إلى حرب مع روسيا، لأن الصراع أو القوة الحقيقية هي الصين الشعبية. شكرا جزيلا أستاذ الغباني. محمد خير. نعم. بالنسبة الآن كما ذكر أستاذ الزغلمي، هناك يعني الحديث ربما بعد الآن بعد الحرب أوكرانية أن سيكون قطب جديد، وأنت في تركيا الآن، تركيا أو والهند ربما ستكون بين الأقطاب الجديدة ودول أخرى ستظهر، إضافة إلى أنه أمريكا تحدثت عن ما بعد الرئيس الأوكراني، تحدث عن ربما في حالة مقتله أو يعني أو اغتياله، تقول أنها تحضر يعني الحكومة الموالية لها فيما بعد. يعني فما قراءتكم لذلك؟ يعني أن أمريكا الآن تجاوزت وضع الخلاف بين روسيا وأوروبا، هي تتحدث عن محاولة سيطرتها في أوكرانيا أن تكون هي المسيطرة. اسمح لي بشيء مهم جدا أيضا أريد أن أؤكد عليه، ذكرته في الحلقة الماضية، ومن فضل الله بعد ما أنا ذكرت على قناتكم الكريمة كثير من المحللين وكثير حتى من الرؤساء والزعماء طالبوا فيه، وهو إنشاء منظومة جديدة، منظومة عالمية جديدة، لأن المنظومة العالمية الآن فاشلة وبكل المعطيات، فاشلة على الاقتصاد، المنظومة الاقتصادية الآن فشلت فشل ذريع بكل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين وفي روسيا، في كل أنحاء العالم. المنظومة السياسية فاشلة وسببها لهذه الحروب، المنظومة الطبية فاشلة، ما استطاعت دول العالم أن تجد علاجات لفيروسات، أصلا هذه الفيروسات مصنعة. يعني العالم يقول نحن عجزنا، المنظومة العالمية الجديدة تقول نحن عجزنا عن إيجاد علاجات لمثل هذه الأمراض، مثل هذه الفيروسات، أو حتى على سبيل المثال الإيدز يقولون لا دواء له. فهذا دل على المنظومة، وبالإضافة أن هذه المنظومة العالمية منظومة عنصرية بامتياز، وأثبتت هذه فوائد الحرب، أثبتت هذه الحرب أن المنظومة العالمية هي منظومة عنصرية. نجد كل دول الآن وخصوصا دول أوروبية تستقبل لاجئين الأوكران وتحتضنهم، ويتكلم الرؤساء والزعماء أن هؤلاء اللاجئين الأوكران يختلفون عن اللاجئين الأفغانستانيين
يحفظوا عن اللاجئين السوريين وعن اللاجئين العراق. ازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية، يعني قضية الأوكرانية. وهؤلاء أصحابين حضارة أوكران، عندما كانوا يعني الفلسطينيين مهد الأنبياء أو العراق الكتاب المسماري الخط المسماري، ما كان موجود في شيء اسمه أوكرانيا أصلا، ولا كان شيء اسمه موجود أوروبا، ولا شيء اسمه موجود دول إسكندنافية. وكلكم تعلمون عندما جاء وفد من الدول الإسكندنافية إلى عاصمة دار السلام بغداد ليطلبوا بعض الرسل والمعلمين ليذهبوا إلى تلك الدول، كانت دول يعني متخلفة بكل ما تعنيه الكلمة من تخلف وجهل وانحطاط. فبين العالم أنه عالم أعور ينظر بعين واحدة. الأوكران هم من الصنف البشري الخاص، وما عداهم هم من الأصناف لا قيمة لهم. يعني الآن نحن عندنا أكثر من 1,000,000 شهيد في سوريا، أكثر من 10,000,000 لاجئ في سوريا، محاربين هؤلاء اللاجئين يموتون في البحار. أما اللاجئين الأوكران تخصص لهم كل شيء وتفتح لهم الأبواب، وليس فقط الدول الأوروبية، بولندا أو جورجيا أو بقية الدول، لا حتى نتكلم بعض الدول العربية لا أريد أن أذكر اسمها لأن لا أريد أن أدخل بمناكفات سياسية خصوصا مع الدول العربية التي أنتمي لها. صرحت بعض الدول العربية أن اللاجئين الأوكران يدخلون إلى بلادنا بدون تأشيرة، وهم يحاربون بنفس الوقت دول الجوار. اسمح لي، دول الجوار من السوريين، أن يدخل سوري واحد لاجئ حتى بظروف إنسانية صعبة للعلاج أو ما شابه ذلك. أستاذ لعاني، لهذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا، لكن خلي قبل ما ينتهي الوقت، الوقت على وشك النهاية، الآن هناك حديث عن طيران، عن محاولة يعني منح أوكرانيا طائرات مقاتلة حربية. يعني أخي لا يوجد داعي لمنح أوكرانيا أي نوع من أنواع الطائرات أو الصواريخ المضادة للطيران. يكفي أن يعملوا حظر جوي كما أقاموه في ليبيا. عندما أقاموا حظر جوي في ليبيا أسقطوا القذافي خلال أيام. صحيح. وما ناداه السوريون أنه يعملوا حظر جوي 10 سنين هم ينادون. وما فعلوا حظر جوي. روسيا الروسي بوتين يمنع الحلقة الماضية. هو يمنع من إجراء الحرب الجوي، وإلا سيعاقب الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية، ما قلت أنها في توافق مع روسيا أبدا، لا يوجد توافق مع روسيا، ولكن تريد توريط روسيا، لذلك هي لا تريد تفعل حظر جوي، لأن إذا فعلت حظر جوي تنهي المعركة لصالح أوكرانيا، فهي تريد أن تغطس روسيا في مستنقع أوكرانيا كما فعلت روسيا في أن ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب أفغانستان وفي حرب العراق. ولكن هناك تخوفات، ولكن يعني. أنا أريد تخوفات من التهديد الروسي أيضا. تريد توريط روسيا في هذا المستنقع، وهذا المستنقع سيكون صعب لروسيا جدا، لأن يوجد وقفة حقيقية أكثر الدول الأوروبية مع أوكرانيا، وإن لم تمدها بالسلاح وإن لم تمدها بالجنود، يعني لم تكن أوروبا معها بالقوات، ولكن ستمدها بالأموال وستمدها بالسلاح يعني إطالة الحرب. يعني أوروبا وأمريكا يريدون إطالة الحرب لإضعاف روسيا. في مسألة دائما تتكرر على وسائل الإعلام خصوصا الجزائرية، وهو القطب الصيني، أن الصين ستدير العالم. أنا قلت المرة الماضية وأقول وأؤكد أن الصين الآن منكفئة على نفسها. الآن الصين من وقت كورونا إلى هذه اللحظة لا تعطي فيز للدخول الصين، ولا تريد. حتى الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الصين أكثر من مرة أن تساعدها في إدارة العالم، أن تتوافق معها، أن تكون قطب عالمي لإدارة العالم للمنظومة الجديدة، والصين ترفض. أستاذ محمد غيار غباني، حتى معذرة انتهى الوقت، حتى لا نتيه في الملف الصيني. لو دخلنا في الصين ربما سأخذ من الوقت، لكن الوقت انتهى. معذرة. دقيقة واحدة. يعني انتهت كل الدقائق والثواني أستاذ خير غباني. طب أعطيني نصف دقيقة. عشر ثواني. خصوصا للجزائر. هذه الحرب فيها فوائد، منها الاكتفاء الذاتي. كل الدول العربية الآن تستورد القمح وزيت دوار الشمس أو زيت الذرة من روسيا وأوكرانيا، والآن يوجد أزمة غذاء عالمي وخصوصا في الدول العربية. نحن الدول العربية مساحات خضراء،
كبيرة، يوجد مياه، لابد أن هذه الحرب أن تعلمنا أن نعمل اكتفاء ذاتي وأمن غذائي. صحيح، ختام رائع نستفيد من... نعم يعني أستطيع أن أكمل. ختام كان رائع أستاذ فرسة أخرى، ونواصل نقاشنا عفوا حول الأمن الغذائي. مهم الحديث عن الأمن الغذائي، لأنه الآن ما فعله روسيا هو تأمين الداخل من اكتفائه الداخلي، حتى بعد ذلك قام بالحرب. فكل الدول العربية الآن مطالبة باكتفاء داخلي حتى لا تقع في مثل هذه الأزمات وتقع يعني رهينة الخارج دوما. شكرا جزيلا لك بروفيسور محمد خير غباني، رئيس اتحاد الدولي للجامعات، كنت معنا من تركيا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا موصول لك أستاذ حكيم بغرارة دكتور عن مساهمتك، وأنت محلل سياسي ومحلل بالقناة. الدكتور العيد زغلامي أستاذ بكلية العلوم الاتصال جامعة الجزائر، شكرا جزيلا على الدعوة. أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لمشاهدة ومتابعتنا، ونسعد بمتابعتكم في باقي الحلقات. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.